حسيت بكم شحال محتاجين الاسترخاء في هذا الويكند، وانا نقول مع راسي هذه هي الفرصه فين نجيبكم تعرفوا على اروع المنتزهات والحدائق المخفيه في وسط مدينه البهجه والنزاهه. مرحبا بكم كاملين في مدينه مراكش. فين ما كنتوا في المغرب كاع الطرق نجيبكم لمراكش، على الناسيونال لوتوغوت على الطرق الجهويه من غير السياره، المركوب كاين ليها بارتخان في الكار في الطاكسيات كبار وحتى في الطياره من اغلبيه المدن المغربيه الكبيره. ملي توصلوا لمراكش غتجيو نيشان المدينه القديمه وغتستاسيونيو في اقرب باركينغ لحي المواسين فين مخبيه الحديقه السريه، وهي وحده من النماذج المعماريه الراقيه اللي غادي تخليكم تعشقوا فن الحدائق في المغرب، وفيها غادي تقدروا تستمتعوا حتى بالهندسه المعماريه المغربيه الاندلسيه. الحديقة السرية خرجوا مع دار الباشا على الرميلة حتى تباليكم عرصة مولاي عبد السلام اللي هي في الأصل حديقة تربوية وأنسيباخ بارك كله كونيكتب انترنت، ولكن ما تنسوش باللي راكم هنا باش تكونيكتوا مع الطبيعة وتستغلوا الهدوء والراحة اللي كتوفرهم العرصة. ومن العرصة سيروا لحديقة ماجوغيل اللي هي مشكلة على شكل متاهة بأشجار وبنباتات نادرة مستوردة من مختلف قارات العالم. أحدث الحدائق اللي كنصحكم زيارتها هي حديقة أنيما، جات على كيلومتر 26 في طريق أوريكا، وكاين حتى لانافيت اللي كدوز كل ساعتين وكتهز من قدام الكتبية. واللي جميل وغريب في حديقة أنيما هي طريقة تصميمها، في نفس الوقيتة هي معرض طبيعي مشكل مجموعة من النباتات النادرة، وفي نفس الوقيتة كلها إبداع وفن، وأنا متأكدة أنها غتعطيكم بزاف ديال الإلهام. المعلومة لزيارة كاع هاد الحدائق فراها كتبدا من 9 الصباح حتى 6 العشية، والأثمنة فيها فراها كتبدا من 40 درهم الواحد، من غير عرصة مولاي عبد السلام وحدائق أكدال زيارتهم راها مجانية. كأنشطة غادي تخليكم تستغلوا وتستمتعوا بالفضاءات الخضراء ديال مدينة مراكش، كنصحكم تجيو لابالميغي ديروا دي زيكسكورسيون على ظهر الجمال أو لا أونكواد، دي سورتي ديال ساعة ساعة ونص، الأثمنة كتبدا من 200 درهم. وإلا كنتو كتلعبوا لو غولف عندكم الاختيار ما بين بزاف ديال لي كلوب، بدي غرين دو نوف أديز فيترو اللي الأثمنة في لاباس سيزون كتبدا من 200 درهم. وإذا كنتو كتقلبوا تعيشوا وتجربوا نشاط جديد ومختلف كنصحكم بلا مونغولفيير اللي خاصكم توجدوا ليها على اتساع، والأثمنة فراها كتبدا من 1750 درهم الواحد وكيدخلوا معاها خدمات أخرى. ملي تبغيو تغداو في أغلبية هاد الحدائق اللي وريتكم غتلقاوهم مجهزين بمطاعم كيقدموا أكلات مختلفة في وسط فضاء مبهج ومنتعش، وأثمنة كتبدا فيهم غير من 25 درهم. حتى في السونتر فيل كاينين لي ريستورون موجودين على حسب الذوق، سينو تقدروا تجربوا حتى المطاعم ديال لي زوتيل ولي غياد. وإلا جات على المباتة مراكش مجهزة بأروع الفنادق والرياضات مناسبة في كاع لي ستوندينغ وكاع الأذواق وكاع الميزانيات خصوصا، والأثمنة فراها كتبدا غير من 180 درهم الواحد وداخل فيها الفطور. ودابا قولوا لي شكون يسخب أجواء المدينة؟ شكون اللي مكرهش يعيش أجواءها في الليل؟ إوا أنا عارضة عليكم دوزوا هاد الليلة هنا باش غدا إن شاء الله نمشي ونكتشفوا واجهة سياحية مختلفة في مدينة مراكش. خليت لكم الراحة. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحه.